أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من على مائدة الإفطار. الإفطار اليوم بنكهة مختلفة، فهو في المحافظة الباسلة السويس التي بدأت الشرارة الأولى لثورة 25 من يناير، وفي يوم 28 من يناير تحولت إلى ساحة حرب بين الشرطة وبين المتظاهرين الذين حاولوا أن يصدوا هجوما للشرطة بشتى أنواع الممكنة وقتها ببعض الحجارة، فبدأت الشرطة في تقاذف طلقات نارية على من يمر بالشارع. نحن اليوم في منزل أسرة الشهيد مصطفى جمال الورداني، هذا الشاب الذي لم يكمل عامه 25 بعد. نظر من سطح بيته على ما يحدث في الشارع يوم 28 من يناير، وأراد أن ينزل لخمسة دقائق فقط لكي يرى ماذا يحدث، وهي فعلا كانت آخر خمسة دقائق في عمره ليعود جثة هامدة إلى بيته وقد قضى نحبه وصعد إلى بارئه شهيدا. نحن اليوم مع هذه الأسرة نتناول الإفطار سويا، فبداية نشكر الأسرة على هذه الاستضافة، ومعي الآن الوالد الكريم الحاج جمال الورداني. أهلا بك حاج جمال. يا أهلا وسهلا، شرفتونا والله وشرفنا كابتن الجمل معانا، يعني كانت جايته جميلة ان شرفنا هنا في السويس. وجانا اهلا بحضرتك يا جمال، الله يخليك. وكان نفسنا مناسبة برضه، مش عايزين نقول احسن من كده، بس اهو ان شاء الله نكون يعني ما ضحناش بدم اولادنا كده، ويكونوا عملوا حاجة في مصر. هو بالتأكيد يعني احنا ما يحدث الآن هو مداد من دماء هؤلاء الشهداء سواء مصطفى أو غيره. بإذن الله، بس يعني يكون خير يعني إن شاء الله بإذن الله، لأن شايفين المحاكمات والحاجات دي مش هنتكلم عن كل الملفات دي. خلينا في الأول نرحب بيسر الأخت الصغرى. وزكي يسر، امسكي المايك كده وتكلمي. زكي يسر، الحمد لله. صوتك مش طالع عشان صايمة ولا إيه؟ صايمة؟ ما شاء الله، ربنا يتقبل إن شاء الله. ووالدة مصطفى، أهلا بحضرتك يا فندم. واحنا بيشرفنا ان احنا نكون معاك النهارده ونتكلم عن يعني حاجه غاليه قوي عند حضرتك وعند كل المصريين، وهو مصطفى. فاهلا بحضرتك. اكيد. طبعا الشكر موصول لكابتن الاسماعيلي ومصر، يعني كابتن جمال حمزه الذي لم يتوانى في ان يعني ما بغ حمزه الجمل، عذرا عن هذا الخطا، يعني كابتن حمزه الجمل كابتن الاسماعيلي وكابتن مصر، يعني عندما طرحنا عليه الفكره يعني منذ ساعات قليله يعني اتى بشكل سريع وبشكل، فشكر لك كابتن حمزه. اشكرك، سعيد جدا جدا بسم الله الرحمن الرحيم ان انا اكون في هذا البيت الذي خرج منه النور، ودي ان شاء الله تكون يعني مناسبه ما فيش احسن من كده ان بيت يخرج منه شهيد، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله وتقبل شهداء 25 يناير والمصابين، أن يتم الله عز وجل شفاهم، وإن شاء الله بإذن الله يكون هذا الشهيد مصطفى شهيدا لأهله وشهيدا لمن حضر وشهيدا لجيرانه، وتشفع في أكثر من 70 من أقاربه من أهل النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون في هذه الساعات يعني نكون من الذي يشفع لهم هذا الشهيد إن شاء الله بإذن الله. فأنا سعيد جدا جدا ان انا في بيت يكون فيه شهيد، لان الشهيد ده حاجه كبيره جدا عند الله سبحانه وتعالى، فنسال الله تعالى ان يتقبله من الشهداء، ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون معه ويكون شفيعا لنا ولاهله ولجيرانه ولاقاربه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بزاك كابتن حمزه، لو بدانا من عند الوالده ونتكلم عن مصطفى، هو مصطفى ترتيبه ايه في اخواته؟ مصطفى كبير، هو اكبر اخواته. اكبر اخواته. عنده كم اخ مصطفى؟ عنده أحمد وعبد الرحمن وخديجة ويسر. ما شاء الله ما شاء الله. مصطفى وهو صغير كان شقي، بيتحرك كتير، ما غلبك في التربية ولا؟ هو مش مسألة غلبني، هو كان حركته كتيرة ما كانش طفل يعني مستكين كده. مستكين أو هادي. كان يحب يدور، يحب لما كان بابا يجيب له لعبة كان يحب يفكها يشوفها معمولة إزاي. فكان يعني الله يرحمه رحمة الله. لا كان نشيط وكان ذكي. هو خلص دراسة ايه؟ هو اخد دبلوم صنايع. وكان شغال الفترة دي؟ هو هو دور على شغل كتير، وبعد كده اشتغل في شركة ابو العينين اللي هي سيراميك كليوباترا. تعب فيها جامد والكلام ده، وجلد ايديه اتشال نظرا لان ما فيش امن صناعي، فيش جوانتيات، فبيبقى ايديه متعرضه للميه والمواد الكيماويه، فالجلد اتشال.
ابتدينا نعرضه على دكاترة أمراض جلدية والكلام ده وعالجناه. بعد كده كمان بقينا نعالجه نفسيا لأن هناك كانت المعاملة سيئة جدا داخل الشركة. بالضبط كده، كانت معاملة غير إنسانية. هو فضل في الشركة دي غطل لما استشهد؟ لا، فضل وقعد فيها سنة في الأول وبعد كده سابها. وفضل قعد سنة في البيت، فضل يدور على شغل، سافر العاشر من رمضان المصانع هنا، ما خلاش يعني. يعني هو كان مجتهد، كان بيدور على شغل وبيسعى ليه لا، هو ما كانش يحب قعدة البيت يعني. كان من النوع اللي يقتله قعدة البيت. فرجع لأبو العينين تاني. وكان مضطر، وكان بيقول لي أحسن من قعدة في البيت يا ماما. لغاية لما توفاه الله. وهو كان لسه بيشتغل مع أبو العينين رحمة الله عليه. يسر، لو تقول لنا إيه عن مصطفى؟ كان بيقعد يتكلم معاكي، بيلعب معاكي و... بيلعب معاكي؟ كم ربي. لو اتكلمنا بقى مع الحاج، مع الولد. طب ناخد المايك، خد المايك وقول بقى. بيحب يسرى لغايه دلوقتي. لا لغايه دلوقتي مصطفى بتشوفه، مش رؤيه، بتشوفه ويقول انا قاعد معاكم. يعني في حال اليقظه هو صحي كده شايفه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه مصطفى؟ بيقول لي انا مش ميت، انا عايش معاكم. انا عايش معاكم. هو بالفعل مش كذا مره يطلع لها. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نعم. شايفه بتشوفه، مش في رؤيه، بتشوفه كده قدامها. بيجيلها دايما يقول لها والله انا قاعد معاكم، انا ما موتش. هي تقول انت موت، يقول لها انا ما موتش. طب يا حاج انت الاب، وده ابنك البكري. ودايما الاب بيتعامل مع الابن البكري بتعامل خاص شويه عن بقيه الاولاد. كان علاقتك ازاي بمصطفى؟ لا مصطفى ما يعني غير ابني، كان صديقي، وكان يعني كان دراع اليمين. و يعني مش عايز، كان الرجوله كلها، كان يعني راجل بمعنى الكلمه، بسم الله ما شاء الله، بيتحمل مسؤوليه. مسؤوليه يعني، يعني اقول ايه، ما شفت الشاب في سنه ممكن يشيل مسؤوليه زيه. يعني رغم ان بسم الله ما شاء الله يبقى معاه في جيبه كله، بس ما يصبرش على حاجه. يعني لقى حاجه مثلا مش عاجباه، يعني السلم اللي بره ده في يوم كان فاضي هو اللي دهنه، هو اللي دهنه. يجي لي الدكان حاجه عايز تعمل، ما يقوليش هجيب لك صنايعي، هو اللي يعني. اي حاجه يخش هو يعملها بايده. فاهمني؟ هو كان ايه اكتر حاجه مهتم بيها في الصنعه؟ في الذهب وفي الفضه وفي البتاع وفي اللحام وفي الجلد والبتاع. حاجات اقول له يا ابني تبوظها، يقول لي مالكش دعوه، اما تبوظ انا اشيل حقها. تلقى تخش برضه واعملها. يعني من نوع المجتهد زياده عن اللزوم، بسم الله ما شاء الله. ومش من نوع الشباب اللي هو يعني متراخي وبتاعه، مش بتاع شغل، لا ده ناشط، بحس ان هو مش هو. اكتر حاجه كان مهتم بيها ايه؟ لا هو كل حاجة. يعني تشوفه راكب خيل، عندي مزرعة فيها خيل. تشوفه راكب يعني في مثلا حصان معين بتاعه، اما بيركب الحصان ده ما فيش حد يقدر يركبه. الحصان ده بالذات العامل ركبه حتى من وراه، ها صعب حد يتحكم فيه. اللي عامل ركبه من وراه، لان ده احنا قلنا ده ده ما حدش يقدر يقرب عليه لان شارد شوية. العامل ركبه من وراه، كسر العامل. جرب بيه لغايه لما وقعوا واتصلوا بينا، لقيت دراعه ده كله متكسر ومتجبس وبتاع. الحصان ده لسه موجود يقعد دلوقتي في المزرعه؟ لا قبل ما يتوفى مشيته وجبت غيره يعني. بس ده ما فيش حد، اي حد يقرب عليه، هو مصطفى اول ما يقرب عليه يسهر له كده فاهمني؟ طب كم المايك معاك. كان بيربي النسور، كان عامل لهم بيت فوق السطح، كان بيربي نسور، كان بيربي عصافير، بيحب العصافير، بيحب الطيور، بيحب الزرع قوي قوي بشكل مش طبيعي. يعني فوق السطح عامل اوضه وعامل فيها حوض، كذا حوض وكده، وزرع فيهم. هو كان مطيع، كان بيبر ابوه وامه يعني جداً، كان بيبر جدا، كان يعني ما كانش بيستحمل علينا الهوى، يعني ما كانش بيستحمل ان الهواء يعدي من جنبنا يزعلنا يعني. سبحان الله. انا عايز اسال بقى كابتن حمزه، يعني في حلقاتنا سواء على الافطار او على السحور، دايما حديثنا لاهل الشهداء
دايما بيركزوا على ان الشهيد سواء يعني اخ او ابن بار جدا، محب للحياة، مجتهد. فانت عارف قادر تقرأ ده في وسط فكرة اصطفاء الشهداء؟ طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن الكريم ويتخذ منكم شهداء. الشهيد ده مش حاجة سهلة، يعني لابد ان يتصف بالمواصفات زي ما تقول يعني زي الجودة كده، جودة عالية، لان ربنا سبحانه وتعالى هيشتري حاجة كويسة. وربنا سبحانه وتعالى قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فربنا سبحانه وتعالى لما يجي يشتري مش هيشتري حاجة مش مظبوطة. يعني انت يعني ولله المثل الاعلى، لما تيجي تشتري واحد غني هيجي يشتري مش هيشتري عربية 28، هيشتري اعلى محترمة 28 يعني لا يعني واحد الله عز وجل من عليه بفضله وجوده، فمعه من الاموال ما يستطيع شراء اي سيارة، فمش هينزل الى الادنى، فهيبص للاعلى، اعلى شيء هذا الشخص هيشتريه. فبالك ان الله عز وجل هو الذي سيشتري سبحانه وتعالى. ماذا يشتري الله عز وجل؟ يشتري بضاعة سليمة منضبطة، يشتري نفس طاهرة، يشتري نفس بر بوالديهم، يشتري نفس مصلي، يشتري نفس يضحي بنفسه. يعني هذا الشخص يضحي بنفسه وماله وبمجهوده ويبذل للآخرين حتى أن الله عز وجل يأخذه عنده شهيد. لأن الشهيد دي حاجة مش نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات وفي الدعاء فيها مستجاب أن يرزقنا الشهادة في سبيل الله عز وجل. فالشهيد ده ليه مواصفات، في ضوابط أن هذا الشخص يصطفي الله عز وجل ويأخذه عنده، يعني وله مواصفات أيضا في يعني له خصال كثيرة جدا في الدنيا، يعني يغفر له مع أول دفع من دمه، يعني الموضوع ويأمن من وينجى من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج أقل يقوت فيه يعني تساوي الدنيا وما فيها، ويتشفع في 70 من أقاربه أو أكثر، ويعني من أهل النار كمان. ولذلك يعني يحضرني قصة إن كان فيه صحابي اسمه جابر بن عبد الله على ما أذكر أن هو والده يعني استشهد، وأن الله عز وجل يعني اصطفاه وأخذه، وابنه حزن عليه حزنا شديدا. وده طبيعي جدا أن الأب أو الأم أو الابن يحزن على أبيه أو يحزن على فراقه. النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت إبراهيم وقال إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون وإن العين لتدمع، يعني هذا أمر طبيعي. ولكن الصبر هو يعني الصبر، الأشياء الأخرى المحيطة بالشهيد هي اللي بتدخل على أهله الصبر. فوجد أباه في وضع يعني استشهد فيه والدماء إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدئ من روع سيدنا جابر وقال إن الله عز وجل لم يكلم أحدا يعني مباشرة، ولكن الله عز وجل كلم أباك مباشرة يعني كفاحا وشه لوشه الله عز وجل، وقال له تمنى علي عبدي، فقال له أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيها وأستشهد في سبيلك مرة أخرى. لما رأى من النعيم، رأى نعيم كبير جدا جدا جدا، يعني يا أم عليه وعلى تخيل يعني الخصلة يعني يتشفع في 70 من أقاربه من أهل النار. يعني ليه بقى؟ لأن الدين عظيم، ولابد أن يكون هناك تضحية، ولابد أن الآخرين يضحوا فيه، يضحي بالمال وفيه يضحي بالوقت، وهناك يضحي بالنفس. أعلى حاجة يعني أعلى درجات التضحية أن هي تضحية بالنفس. ولما الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بدأ بالنفس قبل المال، كان الجزاء الجنة، بأن لهم الجنة. فطبعا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم من الشهداء، وده شيء طيب. وأنا لا أخفي يعني والله أنا أتمنى أن أكون شهيدا، أتمنى أن أقدم ابني، أنا لي ثلاثة أولاد ما شاء الله، أنس وبلال وأبو بكر، أتمنى أن يكون أحد منهم شهداء، لأن ده شرف كبير جدا كبير جدا جدا وعظيم أن تقدم للأمة
وتقدم لدينك يعني نفس، وده اعظم شيء يعني، فيه نماذج كده جدا في الاسلام. فطبعا بصدد ما سألته عني ان الله عز وجل يتخذ منكم شهداء، مش اي حد، الله 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 يخلق ويختار، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق ويختار، هو يتخذ منكم شهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يتغمده يعني برحمته ويرزقكم الصبر ان شاء الله باذن الله. مصطفى نزل ليوم 25. الاول رد على كلام كابتن حمزه، احنا احتسبناه عند الله عز وجل مصطفى، ومش زعلانين عليه، ده بالعكس ربنا اصطفاه وربنا بيحبه لانه خده. لو واحد وحش مش ربنا مش هيديله الشهاده. سبحان الله الحمد لله. الواحد بيصعب عليه بس حاجه واحده، احنا يعني مش زعلانين عليه بس بيصعب عليه حاجه واحده، اللي هي قتل النفس يعني بغير حق. بغير حق يعني ذنبه ايه يتقتل يعني؟ شويه الناس اللي مش ناس، اللي كنت هغلط اقول ناس، الحسالة اللي هم ايه اجتمعوا في ضرب الشهداء دول، سواء شرطه او ابراهيم فرج وعياله او كده، اللي اجتمعوا على ما فيش عيل اتضرب في رجله ولا حاجه، كلهم مضروبين في اماكن. احنا عايزين نعرف مصطفى كيف استشهد. ده واخد طلقه حيه في القلب على طول. ده يوم ايه؟ يوم 28 في جمعه الغضب، الساعه 4 بالدقيقه نزل، 4 و5 كان. مكان الاستشهاد فين؟ ما وصلش عند الاسم ولا حاجه، لان هو في كلام بالذات في السويس او يقال عن السويس ان من سقط من الشهداء سقطوا امام اقسام الشرطه في محاوله للهجوم على اقسام الشرطه، وكانوا الضباط بيدافعوا عن انفسهم. بالنسبه للاثبات بقى نعتبر احنا كذابين. لو الناس دي كلامها صح، ما كان ضابط واحد اتعور، كان مخبر جات له حتى طوبه، دول انا مصور الناس جابت التصويرات بتاعتهم، العيال واقفه بتقول سلميه سلميه وهم بيضربوا نار. مصطفى كان مع الناس دي. الناس دي كل كانت امنيه حياتهم الشباب الحلو ده اللي كله 25 و23 و24 سنه، امنيتهم كلها هي اسقاط النظام. العيال كلها متبهدله، اللي شغال ب 300 جنيه وب 400 جنيه في شركات ومطلعين عينيهم. بس العيال دي كانت عايزه تنفد من الهلاك اللي هم فيه. هو مات في الحالي حج ولا راح المستشفى؟ لا، ودوه المستشفى، وكانت المستشفيات واخده تعليمات ان ما يعالجوش، سيبوا الناس دي تموت. تعليمات لان غير ابني الشباب كله اللي راح بقوا من على باب المستشفيات، لا ما عندناش دكتور يعالج. يعني مجرد يعرف ان هو ضرب في المظاهرات يقول فيه. ده مظاهرات، لو واحد متعور في حاجه عاديه ماشي يدخلوه، لكن مضروب نار لا ما بنعالجش. ده المستشفيات كلها ماتت. ده في المستشفيات. وابني شالوه وطلعوا من المستشفى، مستشفى خاص اللي راحوها في الاول ورفضوهم، طلعوا بره لقوا اسعاف معديه راح موقفينها عشان ياخدوه، راح وقف الاسعاف فبيقول له معانا واحد واخد طلقه، قال له مظاهرات، راح جاري بتاع الاسعاف رفض الاسعاف، رفض يشيله. دي تعليمات واضحه مش مع ابني بس، مع كله كده. طيب يعني حسب التوقيت المحلي لمحافظه السويس تم رفع اذان صلاه المغرب، فاصل قصير ثم نواصل مع اسره الشهيد مصطفى الورداني. يوميا لقاء رمضاني مع صناع الثورة، رمضان بمذاق مختلف، فقط على الجزيرة مباشر مصر. الفطر والسحور بشوف النور يبان ضيق، نور قلوبنا صيام
بعد العطش ريو تبتل فيك العروق والأجر يسبك لك بين الفطار والسحور أجرك ما فيش زي من وسط أروقة صالح الجزيرة انطلقت فكرة جديدة بطاقات محدودة تغطية لا محدودة صور لا محدودة الواقع كما هو من غير تدخل من دون تعليق مع الجزيرة مباشر لا تذهب للحدث الحدث يأتي إليك الجزيرة مباشر قناة فريدة بحلة جديدة الجزيرة.net/blog حيث التفاصيل عن برامجها ومكتبة أفلام إنتاجاتها والروابط إلى النقاشات العميقة على مواقع التواصل الاجتماعي ليزيد المضمون غنى. الجزيرة.net/blog عنوان للمعرفة. الجزيرة موبايل لأن الوقت لا ينتظر. أرسل وشارك بآرائك حول القضايا الهامة سياسية، رياضية، اقتصادية وأخرى متنوعة. خدمة الرسائل SMS عبر الجزيرة مباشرة. رأيك قد يصنع قرار. مشاهدين الكرام، مشاهدي الجزيرة مباشر، رسائلكم إلينا إثراء للحوار والنقاش وتبادل الأفكار. بسم الله الرحمن الرحيم. والالتزامنا المحافظة على تفاعل هلنا بحوار راق، فإننا ننوه للتالي: لا يمكننا عرض رسائل نصية ترد فيها كلمات نابية أو تلميحات عنصرية، تهجم شخصي سواء على شخصيات عامة أو مشاهدين آخرين، رسائل تنتهك القانون أو تشجع على انتهاكه،
رسائل تحمل إعلانات تجارية أو حسابات مصرفية. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مرة أخرى على مائدة الإفطار من داخل أسرة منزل الشهيد مصطفى الورداني الذي سقط شهيدا يوم جمعة الغضب يوم 28 برصاصة غادرة نفذت في صدره فلقى حتفه وصعد إلى ربه شهيدا، فرحمة الله عليه وعلى كل الشهداء الذين رووا بدمائهم هذا الوقت. رأس النظام وهو الآن في المحاكمة. نرحب مرة أخرى بلاعب الإسماعيلي ومصر والنجم الدولي كابتن حمزة الجمل، منورنا. أهلا بك. وطبعا الشكر موصول لأسرة الشهيد مصطفى الحاج جمال ووالدته ويسر. فطرت يا يسر ولا لسه؟ طيب جميل. النهاردة كانت محاكمة الجلسة الثانية في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وولديه، وانتهت الجلسة بضم هذه القضية مع قضية تحريب العدل قتل الصوار في الجلسة القادمة 5/9، وأيضا بقرار عدم علنية المحاكمة في الجلسة القادمة حفاظا على الأمن العام. رأي حضرتك أولا، أنت حضرتك كنت متابع المحاكمة وشفت خط سيرها إزاي؟ والله اللي أنا حاسه إن مش عارف. طب احنا ممكن ناكل وحضرتك بتتكلم؟ لا اتفضلوا. بسم الله. اعمل سندوتش للسندس. هو بيتهيألي والله اعلم يعني ان ممكن تكون مش عارف تمثيليه او حاجه زي كده. اللي هي ايه تمثيليه؟ عملية القاضي لما المستشار لما ساب المحامين دول كلهم قال لهم يخشوا كلهم دي بلبله للمحكمه وغلط. هو لو قلل عددهم، لو قال خمسة زي ما التانيين جايب الديب هو اللي بيمثل حسن مبارك وكده بيتكلم ما حدش بيقاطعه، بيبقى فيه ايه سكونه بيعرف يحط النقط على الحروف. ده الاوانين كانوا عاملين بلبلة في المحكمة وجارح مصرح للباقيين كل اللي بره يخش. وفي حالا الاغنياء بيرفضوا يجيبوا محاميين. طبعا يعني انا عايز اقول ان الاغنياء يعرف يجيب محامي ويكسب القضية. فانا يعني اناشد القتلى والجرحى والشهداء ان حتى يبقوا في يعني يبقى في 2-3 محامين، مع احترامنا الشديد طبعا لكل المحامين، ناس من يعني يجيدوا التعامل مع هذه القضايا. ماشي يا كابتن حمزة. يعني انا ليه بقى الحاج حافظ سلامة قال لنا جايب محامين كبار من القاهرة، بس الغلط بتاعنا ان كل واحد في اسر الشهداء جايب محامي تاني. يعني حضرتك حاسس ان في عدم تنسيق ما بين المحامين وهرجلة ادت لقرار عدم علنية المحاكمة. حضرتك لو شفت ساعة لما المستشار قال يعني كان في بلبلة اصلا في القاعة بالمحامين بتوعنا والتانيين، بصيت لقيت اكبر غلطة بيعملها بيقول وبقية المحامين اللي بره خشوا، ما بقتش قاعة محكمة عشان خاطر مش عارف عايزين يبوظوا القضية ولا ايه، مش عارف انا مش فاهم. عملية ان كله داخل جوه بقت ما حدش كل دقيقة القاضي يروح رفع الجلسة وداخل جوه مستريح وبتاع، يطلع قبل ما يتكلم تاني يرفع الجلسة تاني، بيبوظوا في القضية ولا ايه مش عارف. طب بالنسبة للجلسة الأولى، أنت كنت متوقع أنت تشوف حسن مبارك وعلاء وجمال جوه القفص؟ لا معرفش، دي الحسنة الوحيدة اللي شفناها. الحسنة الوحيدة اللي شفناها، رغم ان الغطرسة لحسن هو نايم على السرير مش يتقي ربنا، لا بيكلم بعنجهية هو نايم. الراجل ده عنده صحة احسن مني. يعني ما صعبش عليك؟ صعب مين؟ ده عنده صحة احسن مني. عرفت ازاي؟ يعني ده واحد واكل مال الشعب ده كله مش هيبقى عنده صحة. المهم بيكلموه هو لا انا مش عارف ايه. طب تمارد مثل وابنه معدي قدام الكاميرا بيحط ايده على الكاميرا، مش مفيش زي حبيب العدل لما اللواء بيضرب له السلام. احنا عايشين في تمثيليه. هو طلع قرار من وزير الداخليه اللواء منصور عيسى بتحويل الضابط للتحقيق معاه في واقعه تحيه حبيب العدل بالفعل. يعني والله احنا بنقول يا رب بس ما يكونش دمع انا راح حاضر. يعني الموضوع ده لو ما لقيناش ان الناس دي جازت
بالنسبة احنا هنا في السويس أسر الشهداء كانوا عايزين يسحبوا التوكلات من المحامين وكل واحد يجيب حقه بإيده. لا يعني احنا ان شاء الله نثق في قضاء مصر العادل. ما هي غير ايه؟ وان شاء الله باذن الله هتوصل فعلا يعني دماء الشهداء مش هتروح حضر مش بس عشان اهالي الشهداء عشان اهالي مصر. الناس اللي نزلت يوم 11 فبراير كانوا اكتر من 12 مليون متظاهر داخل ميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات بيطالب باسقاط النظام. فدم هؤلاء لن يضيع حضر. عايز اسال بس والدة لا بس فضل. في حته صغيره اول قبل ما تسال اتفضل. ده انا عايز اوجه كلمه صغيره كده للمشير طنطاوي. اتفضل سياده المشير طنطاوي. هم هيحاولوا يشككوا فيه وهيحاولوا يعملوا كل اللي متعمل على اساس ان ايه ما يعرفش يتحرك ما يعرفش ايه يرجع الامور زي ما كانت. عمليه ان مثلا بيضغطوا عليه يعني ضغوط. انا متاكد 100% هيبقى فيه ضغوط على ايه على المشير طنطاوي. دي داخليه ولا خارجيه يعني من جوه البلد ومن بره البلد؟ داخليه وخارجيه. بس اعتقد يعني مين هيضغط على المجلس العسكري يعني من داخليه؟ ما فيش حد هيضغط على المشير والمجلس العسكري والله. لا ممكن يحصل ضغوط من مين يعني ثانيه باساليب يعني ليهم اساليبهم ما اعرفش هم يعني انت قصدك ان ممكن مثلا فكره اللي يبقى في اضطراب في البلد انفلات امني في البلد كده. والله ليس انا عايزه ان هو ايه يعني بسم الله ما شاء الله لو لقيناه احنا بس انا شايف والله يعني معذره ان انا قطعت حضرتك يعني شايف يعني المجلس العسكري ليس مجامله يعني وليس نفاق ولا اي حاجه. انا شايف ان هم يعني الحمد لله محافظين على البلد بشكل كويس قوي ما فيش اي ضغوط خالص داخليه ولا خارجيه. عشان كده وان كان يعني حضرتك بتقول ان يعني حته ان كل واحد هياخد حقه بايده يعني شايف برضو المجلس العسكري ماشي في الطريق والمحاكمات ماشيه بشكل كويس ودي قضايا بتاخد وقت يعني اعتقد ان لابد ان الاوراق يعني لازم بعد اذن حضرتك. لا انما اكيد الناس ما خدتش جزاءها ما خدتش اعدامات وكلام زي ما موتهم. لا اكيد في اكيد في جزاءات بدليل ان حضرتك بتقول الحسنه الوحيده ان انت شفت الرئيس المخلوع واولاده ووزير الداخليه ومعاونيه هم في قفص الاتهام. فهذا شيء يعني حاجه ليه مش دراع ليه ادرعته المنتدى اللي هو ممكن يأثر فيه. بس انا عايز طنطاوي يبقى زي ما هو راجل شريف وما يخافش. لا ما فيش خوف. اصل هو الخوف ايه؟ ما فيش خوف. الراجل يعني ليس مجاملة والله يعني هو او المجلس العسكري ماشيين بالبلد الحمد لله. الوضع بدا يتحسن وهيتحسن افضل ان شاء الله بعد الانتخابات وبعد وضع الدستور والرئيس والحاجات دي. هم يعني لهم مهمه اخرى يعني لحمايه الوطن يعني حمايه بلدنا. انما اعتقد ان هذه مثل هذه القضايا لان هي قضاء مدني والقضاء لابد ان يستوفى في كل شيء ثم يصدر القرار. يعني انتوا بالكلام يثبت ان كل هؤلاء ومن عوانهم متورطون في هذه الاحداث. انما المحكمه لها اوراق يعني المحكمه لها اوراق وانا اعتقد ان لابد ان هذه الاوراق تستوفى من مجموعه المحامين الموجودين ان هم يبقوا بارعين ان هم يجدوا الادله القاطعه في تورط هؤلاء في قتل اخواننا المصريين كل الشهداء والجرحى الى اخره. فلابد ان يستوفوا هذه الاوراق كامله والادله ان تكون مدانه بحيث ان القاضي يبقى الاوراق قدامه ويصدر الحكم. والا اذا كان الافضل ان تكون هناك محكمه ثوره بعد الثوره مباشره تكون هناك محكمه ثوره مش قضاء بقى مدني بس. خليني اسالك كابتن حمزه في حديثك عن المجلس العسكري خرج بعض الشباب في عده تظاهرات تطالب باسقاط المجلس باسقاط المشير. لا طبعا انا ارفض كل هذا بقى والا بقى تبقى البلد باظت بقى. لا انا ارفض مثل هذه يعني هم كانوا بيحدثوا على ان البديل يبقى مجلس رئاسي مدني بحيث لا يتحكم العسكر في حكم مدنيين. لا حدث 52 دي هذه النقطة الايجابية الموجودة في هذا الوقت ان احنا نقول والله المجلس العسكري ونعمل مجلس انتقالي. يعني هنبدأ من نقطة الصفر ومن هؤلاء المجلس الانتقالي اللي هو هيدير مصر. لا احنا مع المجلس العسكري قلبا وقالبا كمصريين ثم بعد ذلك الانتخابات ثم رئيس الدولة والدولة تمشي طبيعية. انما اجيب مجلس انتقالي منين ومن هؤلاء؟
ومنها وممكن هؤلاء الذين يعني يحكمون يعني من هم اللي الغرب او الامريكان او كده وارد يعني وارد كل ده او وارد على الاقل عدم الاتفاق عليهم يعني في الاخر الشعب ممكن لا يستطيع ان يتفق على خمسه مش هيتفق على 2 انا بقولك ممكن يكون في تدعيم لمجموعه ان هي تدير في وقت احنا لو تخيلنا ان يعني مثلا مش عايزين نقول الجيش سابنا دلوقتي لا يسيب ايه اقسم بالله هتبقى مذبحة في لا احنا ماسكين فيه لا ده احنا ماسكين فيه واي حد بيقول المجلس العسكري يبعد ده بيبقى ضد البلد طبعا انا بعتبره ضد الجهات اللي استشهد واتجاهات خارجيه اي حد يقول انا اعتقد ان المجلس العسكري يبعد في الوقت هو يعني هو عندهم تخوفات يعني هو عنده تخوفات كابتن حمزه يعني اللي بيطالب بان المجلس العسكري يرفع ايده عن الدوله هو مش شرط كل من يرفع هذا الشعار ضد البلد لكن هو ممكن يكون هو عنده تخوفات من تجارب سابقه خاصه بحكم العسكر ادت في الاخر يعني في 52 مين اللي حكم البلاد فهو شايف تجربه مشيت ضيقت الحريات ضيقت حقوق كتير وفي الاخر اللي دفع ثمن ابن البلد المجلس العسكري يعني صرح باكثر من مره انه في فتره انتقاليه ولا يريد حكم ولهم هم اخرى لا يريد حكم المصريين في داخل الميدان هنا لحكم اخر وحمايه اخرى المجلس العسكري انما هو لوقت معين لابد من استمرار المجلس العسكري لحمايه البلد من الفوضى بشكل مؤقت وبشكل انتقالي يحمي الانتخابات يحمي الدستور وضع الاقتصاد اصل هو اصل الفتره الانتقاليه يعني ايه يعني اشتغل شهر او اثنين او سبع شهور او سنه معناه ان انا ما اعملش حاجه لا لازم اشتغل والا تبقى فوضى بقى يعني انا موجود شهر اتنين تلاتة والناس شغاله في يعني مثلا استفتاءات انتخابات رئاسه الجمهوريه اربط خلاص اربط يعني مش طب نستنى بقى لو المجلس العسكري ده مش كويس ساعه الانتخابات اقول لهم لا مفيش انتخابات انا اللي همسك الحكم دي ساعتها نتكلم لا ولازم احنا بقى مع الدوله اللي هي الشرعيه الدوله المدنيه الرئيس مدني الرئيس الى اخره والدوله تمشي بقى يعني تستمر بقى بمجلس الشعب البرلمان شايف كابتن حمزه من التخوفات اللي موجوده عند بعض الناس من فكره ان يعني حكم العسكر يستمر او ان مجلس عسكري يتشبث الناس مسؤوله لا 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 التخوفات دي غير منطقيه لا يتشبث فين وليس المجلس متشبثا وانما لابد من تواجد المجلس العسكري في داخل في هذه الفتره يحمي البلد من كل المخاطر الداخليه والخارجيه لا ان احنا نقول والله المجلس العسكري خلاص اطلع وانا اللي هندير ما ينفعش تدير ازاي فهو يعني انا عايز اقول هي دي الايجابيه الموجوده في الوقت الحالي واحنا متمسكون بها حتى النهايه ان المجلس العسكري هو المستمر هو الحامي هو وليس في الفتره السابقه فقط بل في الفتره القادمه ستكون المرحله بالنسبه له الاخطر والاهم في تاريخ مصر يعني على الجانب الاخر يرى البعض ان التعامل مع المجلس العسكري الان بصفته هو رئيس البلاد يوجب النقاش معه انتقاد بعض تصرفاته في بعض القوانين استخراج بعض القوانين هل ترى ان هذه المساحه قابله للنقاش طبعا لابد ان الذي اخطا نقول له انك اخطات والذي احسن ليس لك ان الرد على فكره ان الناس تنتقد المجلس العسكري في بعض القرارات لا بالعكس الذي أخطأ نقول له أنك أخطأت في 1 2 3 4 أي والذي أحسن نقول له أحسنت في 1 2 3 4 وأنا عايز أقول لك حاجة يعني مثلا فيه مظاهرات بتخرج في التحرير مش كده بتقول أنا عايز 1 2 3 4 مش كده طب 1 و2 و3 4 دول هذه يعني نقاط إيجابية وفعلها المجلس العسكري لابد أن في الجمعة التي بعدها لابد أن تخرج مظاهرة للتأييد وشو مظاهرة شكر ان احنا طالبنا مطالب واقعية كمتظاهرين بشكل سلمي وهذه المطالب درست ونوقشت ثم بدأت في حيز التنفيذ لابد ان يشكر وهذه المطالب حق المواطنين يعني حق المواطنين واللي اخطأ لو المجلس العسكري اخطأ في 1 2 3 4 نقول له انت اخطأت في 1 2 3 4 ونطلع مظاهرات برضه مفيش مشكلة ولو احسن نقول له والله يعني جزاكم الله كل خير انكم عملتوا 1 2 3 و7 و8 و10 هذه نقاط ايجابية وطالما انا بعمل لابد ان انا اخطئ طبيعي انا هخطئ وبعدين لما يكون في 10 قرارات لو خدت ال10 قرارات لو نجحت في 7 يبقى انا نجحت نجحت في 6 وخدت 6 صح يبقى نجحت خدت 5 قرارات صح يبقى نجحت
ما فيش اي مشكله، والخمسه الثانيه يدرسوا ثاني الموضوع. احنا اخذنا طبعا الموضوع بعيد شويه عن مصطفى، والده مصطفى، عن المحاكمات. كنا بنتكلم عن المحاكمات ورؤيه الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته جوه القفص وهو نايم على السرير، والنهارده كانت في ايده كالونة عشان طبعا يزيد مستعطف الناس. انت شايفاه كده؟ اه شايفه ان هي لعبه لعبة. هو أول حاجة بصراحة أنا أول ما شفته قلت أزل فأزل، أزل الناس 30 سنة فربنا أزله. ودي بيتهيألي دي النهاية الطبيعية لكل ظالم، بس هو اللي بيعمله دلوقتي إن هو بيحاول يستدر عطفنا، لأن هو واثق إن الشعب المصري طيب جدا جدا جدا، وإن الحاجات دي بتأثر فينا. هنقول حرام بقى، يعني ده راجل كبير، خلاص عفى الله عما سلف وكفايه كده ومفيش داعي لا لا. انا مصره ومستغربه جدا من قرار القاضي بعدم اذاعه بقيه الجلسات للامن القومي. فاجئك القرار؟ ايه يعني ايه للامن القومي؟ انا مش فاهمه. يمكن علشان اللي حصل بره الاشتباك ما بين انصار الرئيس المخلوع، وفكر ان مش مذاعه مش هيحصل. انا يعني اتوقع ان ممكن العدد يكبر كمان بالظبط، يعني لان عارف الواحد مش هيبقى شايف، مش هيبقى عارف ايه اللي بيحصل، هيحب يروح يشوف ايه اللي بيحصل. فبالتالي الموضوع هيبقى اكبر، فهو كده مش بيصلح، هو كده بيبوظ. تاني حاجه، انا كده ابتديت اتيقن ان هي لعبه. المحاكمه نفسها ابتديت اتيقن ان هي مسرحيه. مسرحيه بتتعمل علينا عشان نصدق ونسكت ان الرئيس السابق بيتحاكم. وهو ازاي فلوس حسين سالم لغايه دلوقتي هو هرب، ومع ذلك مشاريعه بتدار والارباح بتتحط باسمه في البنوك تيجي ازاي؟ بس انت عارف حضرتك ان المحاكمه زي ما كان كابتن حمزه بيقول ان هي اوراق، يعني موقعة الجمل مثلا هتاخد وقت، على اعتبار ان كابتن حمزه جمل يعني موقعة الجمل مثلا 20,000 ورقه. احنا ما كناش عايزين اوراق، كان لابد بعد الثوره مش محكمه ثوريه. انما غير كده القاضي هيقول لك انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. يعني ام مصطفى حاسه ان الموضوع مسرحي؟ لا كده برضو، لا مش مسرحي، بس هي ايه، مع احترامي الراي، التاخير مثلا، عايز اقول ما حدث قضيتنا احنا صعب قوي الانتظار. انا اقول لحضرتك على حاجه، ما حدث مع الرئيس، مع بلاش الرئيس، مع حسني مبارك واولاده وحبيب العدل والاخرين، لم يحدث في تاريخ مصر منذ فرعون. بس هو هنا السويس فيها خصوصيه كابتن حمزه، يعني السويس هم عارفين الضباط ومصورينهم، عارفين ابراهيم فرج ومصورينهم، يعني الادله يعني يمكن مثلا في اماكن ثانيه راح ضرب طلقه ومش معروف مين ضربه وقتها، فعلى ما يجيبوا الدفاتر يبقى في تاخير في المحاكمه على طول. مش هنقول عليها تمثيليه، ولكن في تاخير في القرارات. لابد طالما ان الادله موجوده هنقعد ان يحكم، ما فيش اي مشكله خالص. انما حته العلنيه والمحاكمه دي عايزه ترتيب كويس، يعني ما ينفعش 30 40 محامي او 25 او اقل او اكتر بيتكلموا في نفس واحد، مش منطق. هو واحد ينوبهم، ان شاء الله يبقى عندك 100 محامي، يبقى في واحد هو واحد يبقى معاه الادله قاطعه ويعرف يدخل ازاي يخرج من القانون. حضرتك اتعملت صح ومن اساسه، يعني بالظبط كده. ما لو الحاجه اتعملت صح من اساسه، مش الناس بقت تروح المستشفيات يرفضوا يدخلوها ويعالجوها. الناس تروح، فانا اعرف واحده ابنها اخذ طلقه في رجله، خافت توديه يطلعوا له الطلقه، فراحت ادته لدكتور عادي، جراح عادي، قال لها خلاص ماشي هطلعها لك، بس عشان اكتبها لك خراج اخد 1000 جنيه. يعني بص كان بيتلعب بينا ازاي. فكله كان خايف وكان قلقان، وما حد ما كله كان خايف ان الثوره ما تتمش، فبطلت الدفاع محضر في استحاله من المحضر، هو نفسه الرئيس بالظبط او صاحبه هو اللي هيكتب المحضر، استحاله هيجي معايا. على كده في تقديرات لبعض منظمات المجتمع المدني ان الشهداء اكتر من 1000 وان المصابين اكتر من 7000، لان في ناس فعلا ما راحتش مستشفيات، في ناس خدت اولاد ودفنوها تهديد ممكن مع الطلقات، وفي ناس هبوط في الدوره الدمويه، سكته قلبيه واتدفن. طب لو سالنا حضرتك وانت ام شهيد عن يعني سمعنا عن اخبار ان هناك بعض عمليات الابتزاز يتعرض لها اهل الشهداء،
سواء يعني بالعصا او بالجزر، سواء بعرض فلوس او بتهديدات. هل حصل معاكي دايما بالجزر؟ انا ما اعرفش تفاصيل انا ما اعرفش تفاصيل لان الحاج هو اللي عنده التفاصيل دي. انا بس انت عارف ان هو حصل. لا هم دول صعيده هيخشوا على الحاج على الحاج على لا لا. وفي حاجه انا بعد وفاه مصطفى جاء وبتعالج، فالحاج بعدني تماما عن اي تفاصيل عليك. ما بعرفش اي تفاصيل صدقني. ان شاء الله ربنا يشفيك. نسال الحاج بقى ايه اللي حصل معاك؟ ولا حاجه، كوسائل ضغط يعني. جات عروض مش ليا، ليا والجميع اسر الشهداء. منين؟ من القاتله. يعني هما الضباط يعني من الناس اللي قتلوا من المأمور لا من مش عايز اقول من هو في كل اللي اشترك. هو في متهم رئيس عندكم في السويس وابراهيم فرج مثلا فاهمني. جات عروض وجات عروض لناس من عروض ايه بقى يعني؟ عروض فلوس حلوه من خلال وسطاء يعني حاجه. جات عروض من ناحيه ابراهيم فرج ومن ناحيه الداخليه. في ناس جات لهم من ناحيه الداخليه وفي ناس جات لهم من ناحيه ابراهيم فرج. فطبعا الناس ما بتبيعش. بدات من كام بقى العروض دي؟ المزاد يعني؟ بداوا من كام؟ ما عرفوش يزودوا يعني عشان يضحكوا على الناس. ما زودوش قوي يعني؟ لا وصلوا ل 2 و3 مليون ولا حاجه. ايه يعني؟ ولو 100 مليون ولو فلوسهم كلها. مين الفلوس اللي هيدفعها دي؟ ايه؟ مين هيدفع الفلوس؟ هم يعني القاتله دول؟ القاتله ايوه. ما هم دلوقتي الواحد فاهمني؟ ابنه هاي يسوي كام؟ ابنه ابراهيم فرج ده شغال ايه يعني؟ مش مخبر وكده يعني؟ مين؟ ابراهيم فرج شغال ايه؟ رجل اعمال هنا؟ بالنسبه لابراهيم فرج ده راجل ملياردير يعني. يعني هو حاليا تم القبض عليه حاليا وهو القبض عليه هو وابنه الصغير. فاضل اثنين في عياله جاري البحث عنهم. وفي واحد فيهم فرج هو المتورط ده. كل الاحداث دي كلها داخل مدينه السويس؟ لا السويس دي شافت ما ولا في القاهره ولا في ايه طبعا. امراض السويس بصراحه يعني السويس كلها شاهده والله من يعني بتاع الحروب وفي كله. بس رجاله يعني هم اللي بيسموا ده بتقدم النموذج الصراحه السويس. تخيل حضرتك ان بمجرد ما مصطفى ضرب النار واخدوا اخواته على المستشفى ووالده، احنا قاعدين هنا فكل اللي سمعناه ان في صوات في الشارع والناس عماله تصوت وتعيط وتقول احذفوا ملايات احذفوا ملايات. فانا بصراحه كنت فاضع يعني ما يسمحليش ان انا افكر او ان ابص. بنتي بصت فلقت شباب بيجري وشايلين شباب تانيين غرقانين في دمهم، فهم عايزين ملايات عشان يكتموا بيها الدم يقفلوا بيها الجروح. فضلوا منيمينهم كده في الحاره وبقيت انا بقيت اطلع لها ملايات وهي تحذف ملايات، هم يقطعوا ويكبسوا في الجروح. البنت طلعت دخلت منهاره بتقول لي ماما الجروح بتقول لي قد كده وعمال نافوره الدم طالعه منه. شيء كان قاسي جدا ان طفله تشوفه، هي عندها 17 سنه. شيء قاسي جدا ان طفله تشوفه. شباب تانيين ماتوا تحت بيوتنا يعني، كانوا جايبينهم جرحى وماتوا. كان بتبحها والله. استحاله يقولوا لي ان هم كانوا 28 يوميها. استحاله اصدق ده الحاره بتاعتنا دي طالع منها 3. قصدك ان عدد شويه 28 ده عدد مش قليل؟ لا قليل، لا قليل جدا. ورا البيت 18 في حارتنا دي بعد ما مصطفى مشي يعني ماتوا يعني 3 من الجرحى ماتوا. 3 من الجرحى اللي جابوهم في الحاره ماتوا. طب انت عليك شايفه هو ليه ضربوا بهذا الشكل يعني؟ ايه تفسيرك ان هم ضربوا بهذا الشكل؟ بيقول انا كنت يا حاج طب المايك في ايدك. واحد جار هنا جنبنا انا بعت عليه بقول له انت ما جيتش ورانا من كتر الدم يعني والبتاع، بقول له انت ما حصلتناش على المشرحه وكده. قال انا كنت عمال بكب جراد الميه على ايه مطرح الناس اللي كانوا الميتين اللي كانوا بيجيبوهم المضروبين بالنار. يعني الرصيف بتاع بيتهم بقى غرقان دم. بيقول لي كنت بجيب جراد الميه واقعد بمسح الرصيف. فاهمني؟ طب انت في رايك يا حاج الحته هنا ورا مننا مات فيها 18 لوحدهم 18 شاب. في رايك 18 شاب يعني ايه الدافع ورا اطلاق النار في الدماغ وفي الصدر وفي البطن؟ يعني ليه وصل الامر ان هو يوصل الضرب بهذه الوحشيه ويسقط كل هؤلاء منهم مصطفى نزل يشوف 5 دقائق استشهد؟ ده جهله وهيتحمله اعقابه. هيتحملوه لو ما جاش رسم هيجي بالايد.
انا بقولها هيجي بالايد، لو ما جاش رسمي هيجي بالايد. طب كابتن حمزه شايف الوضع، شايف فكره ليه فكرة ليه ليه يعني ليه ليه ده يعني يعني بصراحه قلوب قاسيه يعني القلوب بتاع ان انا بعد اذنك يا كابتن حمزه ثانيه واحده احنا قدمنا تصويرات حاجات متصوره، الناس كانت واقفه كانت بتصورها فيديوهات منها مخبرين وكده كانوا بيجروا يضربوا ويرجعوا يشربوا حاجه ساعه ويهزروا ويغيروا السلاح ويروحوا يضربوا ويرجعوا يهزروا يضربوا. يعني 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 بيقتلوا يعني يعني مش في دماغه يعني ومتصوره وتمام حاجه الساعه بايد الثانيه والله. طب شفتيه حضرتك اللي شفتيه؟ والله انا شفت واحد ماسك البندقيه بايد وازاز الحاجه الساعه بايد الثانيه بيضرب طلقه وياخد بق يبلع يعني تخيل يعني استكمال كلامي يعني يعني دي قلوب قاسيه كالحجاره او اشد قسوه يعني فعلا قلوب متحجره وقلوب انها تقتل النفس دي قلوب قاسيه. وعايز اقول لك حاجه، ليست هذه الاولى في قتل في القتل، اكيد هؤلاء قتلوا قبل الثوره. لا اليوم بص اللي بيقتل مش اول مره يعني، او اللي بيسرق زي ما قرينا وبيتمسك او بتعرف ان هو سرق، ليست هذه الاولى. الله عز وجل بيستر مره واثنين وثلاثه يعني كتير، انما اكيد من قتل اكيد قتل قبل ذلك، ولم لم يقتل يعني قتل كده واضح فقتل اخرين معنويا من خلال اعتقالات ومن خلال تعذيب السجون وخرج مختل عقليا او مختل مش عارف نفسيا او